هاي مسيو هادي كيفك مسيو هادي؟ لا مارسلينو مارسلينو لا هادي هادي بس دايما قبل الرقص لازم تعملوا شوية حركة تبلش الميونة بدك تبلش حركة؟ لا رح نبلش فوتينج ساسابيل فوتينج يلا انا اسمها بس يكمل العدد بس مع الاكل سان بابا جايز ملك كرة القدم يلا بعد في حدا ولا من البنات شانتال شاطر رح نتعلم الرقص الروك اند رول اوكي بس يس ماشي في شي غلط لا مش للقمر يلا لحظه بس بدي اليوم نعم ما فهمت انت هادي عوضة يعني هلا انا هادي عوضة بس ما حدا محل هادي عوضة سمعتوا بس عم شوي ايه بس هلا بدي اطلب منكم لنعمل شوية فوتينج نحن تحمية شطمة شطمة هلا يعني بلا حكي هلا بدنا نعمل شويه ستريتشينج لي لنعلم نبلش بالرقص اوكي اول شيء بنعمل هيك ريلاكساسيون تشيل هيك تشيلينج بعدين وحده هيك وحده هيك الله عليك وحده هيك وحده هيك يلا اي بس مش عم نرقص تايمينج في تايمينج شباب 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 تيمبو اكزاكتلي في تيمبو التيمبو كثير مهم حتى بالسبور سبور والرقص دائما التيمبو بده يكون ايجاليتي يعني عملنا ان كلنا سوا دو كلنا سوا ان كلنا سوا دو كلنا سوا فرجيني ضحيا ولا ستوب هلا ما عم نعمل كور هيك يلا بنرجع نعمل هيك يلا دو ان دو ايه بس انت مش هيك علي لي ايدك تشوف لا مش لورا جلسها جلسها بفتح دمان يلا كمان كمان هلا مين بيعرف يرقص روك اند رول انيسو مابين انيسو مابين طيب انا هلا اول شيء بدي ارقص رح شغلك الموسيقى انا كمان يا حي جبتها معي يلا اعطيني دايما لاحظتوا بس قبل ما تبلش شباب 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 لاحظتوا بكل شيء بالحياة قبل ما تعملوا الغنى قبل ما تعملوا الرقص قبل ما تعملوا ايش على طول بدكم تحموا لانه اذا ما في تحميه بصير في كلاكاج مسكولير بالجسم اذا عم تعملوا سبور اذا عم تعملوا دانس هيدا توتافي توتافي لو شانس لا ميم شوز و فيت لي فوكاليز وهيدا طيب نحن حاضرين جاهزين بدي اشوفكم عم ترقصوا روك انت ما تغرمني Stop!
عطيناكم فكره ده كوا سابار شباب كل دي معي شباب بس كلمه الحياه منا حرزانه مرقين على الدنيا على رحله اسمعوا مني شباب شباب تعشر عم بحكي بس خلينا نسمع عم بحكي تعال تعال اشوفها شعب قد ما فيكم اهتموا بحالكم بالحياة لأنه لما بتفوتوا على البيت عم تتسموا البيت كله بغير لما بتهتموا بحالكم بالرأس وبالجسم وكل شيء كل الدم بيبرم بيكون في نشاط صح ايه وبتصفوا ما بتعودوا تيأسوا هاي كتير مهمة وما بتعيدوا تتخانقوا معه صح بالبيت نعم ناخذ قدوة ايه ايه بالفعل لانه بتلاقوا الحياة بتضلها تضحك لكم وبتكون صحتكم منيحة بدكم مني شيء سلام